أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا ونبي من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم عوض علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الهشام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حد الدنيا وعذاب الآخرة يا كافي الأمور يا كافي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة الكفور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا الله الأمان الأمان من جوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسان قديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا يا الله اغفر لنا وارحمنا يا الله وأنت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم عوض علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الهشام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حج الدنيا وعذاب الآخرة يا كافي الأمور يا كافي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة الكفور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله. الأمان الأمان من جوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان دم لك علينا من إحسان إحسان قديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا يا الله اغفر لنا وارحمنا يا الله وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.